ماشي بس. طيب احنا ان شاء الله هنشتغل يا شباب على الفيرجن الاخير. هو طبعا برنامج السيور جيمس زي ما احمد جمعه قال كان بينزل منه فيرجن اسمه 8 اي وكان سيريز، يعني مثلا ممكن تلاقي اس اس 5 اس اس 6 على حسب السيريز دي، كان يعني تحديثات بتنزل عليه. دلوقتي الفيرجن اللي نازل، مش عارف انزل الشاشه دي ازاي، هي طلعت لوحدها. طيب الفيرجن اللي بينزل دلوقتي هو اسمه كونكت اديشن 10، هو اللي انتوا شايفينه ده. اول ما بتيجي تفتح البرنامج كده المفروض الريبون بيبقى ظاهر، بس انا خفيه هوريكم دلوقتي. انا بس ببقى خفيف في الشغل وانا بشتغل، لان الشاشه عندي بتبقى صغيره وباخد حجم من الشاشه، فانا بحب ان هو يبقى صغير كده. وقت ما انا احب اجيب حاجه بجيبها على طول، وهوريكم دلوقتي نجيب الحاجات دي ازاي. المهم لما بتيجي تفتح الشاشه بيجي لك الويلكم سكرين دي. انت دلوقتي بيقول لك شو ذيس دايلوج ات ستارت اب، يعني انت لو عايز كل ما تيجي تفتح البرنامج تظهر لك الشاشه دي مفيش مشكله، مش عايزه تظهر شيل علامه الصح من هنا. ماشي. اول حاجه بيقول لك هنا لير نيو ريبون انترفيس، يعني لو انا عايز اتعلم عن الريبون الجديده اللي هي شبه بتاعه الاوتوديسك دي ممكن اتعلم عنها، يعني لو ضغطت عليها هيفتح لي PDF حتى ويعلمني عنها. برضو الكويك ستارت ليسونز برضو هيفتح لي PDF يبدا يعلمني، مثلا يجيب لي بعض الامثله ويقول لي دخل ازاي التصرف، دخل مش عارف ازاي ايه. فانت حتى لو دخلت على السي على تستيب البرنامج هيجيب لك كل الحاجات دي، حتى يجيب لك الليسونز دي معموله، يعني ملفات امتدادها برامج بنتل يعني بمعنى صح. تقدر انك تفتح الملف ده اللي هو مثلا تلاقي ليسون 1 ولا حاجه، تقدر تفتحه وتشوف مطبق حتى ازاي. كرييت نيو هيدروليك موديل دي اللي احنا بنتعامل معاها، احنا مش بنتعامل مع دول غالبا لان احنا الشرح بتاع البرنامج اغلبه ان احنا بنستفيد من بعض، يعني حتى انت ممكن انا استفيد منك، انت تبقى عارف معلومه انا عارف معلومه بقولها لك، انما قليل قوي فينا اللي بيحب يقرا، فدي مش مشكله، يعني اللي يعرف يقرا فيها يبقى اضافت ليه برضه وعلمته جديد. كرييت نيو هيدروليك موديل دي لما احنا نيجي نعمل ملف جديد، ودي اللي احنا بنتعامل معاها غالبا لان احنا بنيجي نشتغل على طول شغل جديد، او احنا مثلا زي اللي بيحصل معانا ان احنا نلجأ ان احنا نيجي نفتح ملف عندنا احنا اشتغلنا عليه قبل كده وجينا عليه تعديلات. انا مثلا اشتغلت في حاجه وبعد كده جالي تعديل فيها، فممكن افتح على طول من هنا كده اروح اعمل اوبن اكزايتنج اكزيستنج اسف هيدروليك موديل، وتفتح عادي جدا الموديل اللي عندك اللي انت شغلته قبل كده. طيب انا هعمل كرييت دلوقتي، وطبعا بيعمل انشلايزنج دلوقتي، يبدا يحمل المواسير والكلام من ده والداتا اللي عنده في البرنامج، تلاقيه هنك كده بس عادي هيشتغل مفيش مشكله. يا مصر. طبعا البرنامج ده يا شباب برنامج السيور جيمس، مش السيور كيد، هعرفكم دلوقتي الفرق برضو. وهنا بيسألك انت عايز تعمل تراك تشينجز فور ذيس هيدروليك موديل، مش بتفرق انت هتعمل يس او نو. طيب دي الانترفيس بتاعتك، لما بتيجي تظهر بتظهر بالمنظر ده، يعني اول ما بتيجي تفتح البرنامج بيفتح معاك بالمنظر اللي انت شايفه ده. طبعا زي ما انت خدت البرنامج الساب برامج بنتلي برضو زي برامج سي اس اي كده، انت بتبقى خايف من الوحدات دي حاجه، فلازم تظبط الوحدات ولازم تعمل سيف. فنفس الكلمتين اللي انت خدتهم في برامج السيف برنامج الساب والايتابس والكلام من ده وانت بتتعلم، طبعا الاوتوماتيك سيف لسه ما نزلتش عندنا في برامج بنتلي زي برامج اوتوديسك، بس هم دلوقتي حدثوها في برامج السي اس اي لو انتم متابعين، عملوها في برنامج الساب الفيرجن الاخير. طبعا انت عايز تخلي الشاشه بتاعتك باللون الاسود ده زي ما انت شايف، ممكن تعملها من كومن تولز. تعال بقى نتكلم كده باستفاضه في البرنامج. الاول اعرفك البرنامج ده ايه الفرق بين السيور جيمس والسيور كاد. برنامج السيور جيمس اعم واشمل من برنامج السيور كاد، يعني اللي يقول لك برنامج السيور جيمس هو برنامج السيور كاد قول لا مش هو هو، لان السيور جيمس بيشتغل صرف صحي وبيشتغل مطر، بيشتغل مطر كمان كذا سولفر. هوريك السولفر دلوقتي، يعني انت لو جيت للشاشه دلوقتي هتلاقي الشاشه زي ما انت شايف الانترفيس الجديده دي عباره عن ريبون زي بتاعه الديسك بالظبط، في حاجه فيها اسمها اوبشنز في الهوم. لو ضغطت على الاوبشنز دي كده في البيس كالكوليشن اوبشنز ضغطت عليها هيجي لك يفتح لك في الجنب كده في حاجه اسمها الاكتيف نيوميريكال سولفر. انت هتحل بايه؟ في عندك حاجه اسمها الامبليسيت
سيور جيمس دايناميك ويف، والاكسبليسيت، والجي في اف كونفكس سيور كاد، والجي في اف راشونال ستورم كاد. هو ده بقى الفرق بين السيور جيمس والسيور كاد. انا عندي كذا سولفر، يعني انا اقدر دلوقتي اشغل البرنامج بتاعي امبليسيت، ودي مش هناخدها مع بعض، امبليسيت ده في المطر، اكسبليسيت في المطر برضو. ممكن اشغل البرنامج راشونال، دي طريقه اسمها الطريقه المنطقيه، انك تيجي تحل شبكه مطر بالراشونال ميثود، ده عن طريق برضو الستورم كاد. يعني هو الستورم كاد لو انت سطبته عندك يشتغل بس راشونال، يعني في السولفر بس بتاعه راشونال، مفيش فيه الاربعه سولفر دول، هو فيه الراشونال بس. لو سطبت عندك السيور كاد بس يبقى عندك الجي في اف كونفكس سيور كاد. يعني انت لو جيت في السيور كاد بعد ما سطبه وجيت بصيت على السولفر هنا، مش هتلاقي عندك الاربعه اوبشنز دول، هتلاقي فقط الاوبشن بتاع الكونفكس سيور كاد، ما عندكش اختيار. انما هنا لا، ده انت هنا عندك حريه الاختيار، تقدر تشغله مطر، تقدر تشغله صرف صحي براحتك، يعني حسب السولفر كمان اللي انت عايز تشتغل عليه. فدي اول حاجه، ده اول فرق معايا. طيب انا دلوقتي عايز اتحكم في الشغل بتاعي بقى، عايز ان انا اتحكم في الوحدات، عايز اتحكم في الشاشه، عايز اتحكم في التكست، عايز اتحكم في السيمبل، كل حاجه عن طريق زي الاوبشنز اللي موجوده عندك في برامج اوتوديسك كده في الاوتوكاد. هنا عندك في التولز، شايف انت؟ بص، اول حاجه هوم، ده عشان تبقى عارف ده اللي فيه اكتر حاجه ممكن تستخدمها في كل تاب من التابات اللي انت شايفها. يعني الراجل جه هنا في مثلا التاب بتاعت الاناليسز، هو عارف ان انت بتستخدم الحته دي كتير، تستخدم كومبيوت، وتستخدم فاليديت، وتستخدم التايمز في بعض الاوقات، بس مش في السيور جيمس، بتستخدمها اكتر في الووتر كاد او في الووتر جيمس، بس هنا ممكن تستخدمها في المطر برضه، فهي مش بعيد عنك شويه، لان انت دلوقتي هتصمم شبكه صرف صحي. برضه بتستخدم النوتيفيكيشنز اللي تحت دي، وبرضه بتستخدم السيناريوهات والاوبشنز والاوتوماتيفز. فالراجل عشان يسهل عليك تعبنت لي، راح جايبهم لك، نقلهم لك فين؟ نقلهم لك هنا كده، جيبه اسمه كالكوليشن. ماشي، جه برضه في اللاي اوت، لان في اللاي اوت انت بترسم كتير الكوندويت مش عارف ايه، فجمعهم لك في تول. يعني كل الحاجات اللي انت عايز ترسمها، المانهولز، الكاتش بيزن، الاوت فول، الحاجات دي كلها جمعها لك هنا كده في تول، حاجه اسمها لاي اوت. يعني لاي اوت دي انت لو ضغطت عليها، بص انت دلوقتي رسمت منهم، كليك يمين ممكن تختار اي حاجه انت عايز ترسمها، مفيش مشكله خالص، يعني تقدر تغير براحتك. الراجل عشان يسهل عليك جمع لك كل الاوامر بتاعه الرسم في امر واحد اللي هو اسمه لاي اوت. كمان جمع لك السلكت، ان انت تعمل سلكت بسهوله. جه هنا برضو في الكومبوننت، لو رحت على التاب بتاع الكومبوننت هتلاقي برضو انت بتستخدم كتير مثلا السيمتري لودنج، انت عايز تعمل لودنج او عايز تضيف تصرف، انت بتستخدمها كتير جدا، فطبيعي جدا ان هو مثلا يجيبها لك هنا اهي. الستورم برضو ما علينا منها، بس دي مهمه بالنسبه لنا احنا بنستخدمها كتير. جه في الكومون فيوز، بص بقول لك الكومون فيوز اكتر حاجه مشهوره في الفيوز، فلو رحت على فيو هتلاقي فعلا عنده الجراف، عنده البروفايل، عنده فليكس تيبل. فبالنسبه له الفليكس تيبل ده مهم جدا، هنشوف برضه الفليكس تيبل ده دلوقتي معناه ايه. فكل الحاجات دي جمعها لك ايه في الكومون فيوز. جه برضه في تولز، برضه راح جايب اهم حاجات هنا ورايح ايه حاططها في الكومون تولز. تمام كده يا شباب؟ طيب عايزين بقى نفتح الشاشه اللي انا اقدر من خلالها اتحكم في الباك جراوند، اتحكم في السيمبلز، اتحكم في التكست، اتحكم في الوحدات بتاعتي عن طريق الكومون تولز. هنا كده هلاقي علامه كده شايفها اوبشنز، بص مجرد ما انا وقفت عليها اوبشنز، فضغطت عليها فتح لي الايه؟ فتح لي الاوبشنز. ممكن عن طريق حاجه تانية اروح في تولز، هلاقي هنا كده برضو العلامه اللي هي بتاعت تولز دي كده الريبر، هاجي في الجنب ده كده واضغط هنا فجاب لي برضو الاوبشنز. طيب في حاجه تانية، ممكن ان انا اجي من مور وانزل في اخر حاجه في مور هلاقي اوبشنز، اضغط عليها برضو فتح لي اوبشنز. يبقى انت عندك حريه ان انت تختار اوبشنز من كذا حاجه. طيب واحد تاني مش حافظ الدنيا خالص ومش عارف يدور، اللي عارف اوبشنز فين ولا الكلام ده، ممكن يجي في شريط البحث فوق ده كده يكتب اوبشنز اهو. بص حتى هو قال لك ايه، بص لما كتبت او بي عرفك قال لك في فايل اوبشنز، في تولز، ممكن اخش مور واجيب اوبشنز. الراجل عرفني حتى ممكن هوم كومن تولز اوبشنز، فهو بيدلك انا مجرد ما ضغطت على حاجه فيهم فتحها لي. ففي ناس فعلا ممكن ان هي تستخدم السيرش ريبون ده وما تحفظش اي امر فيه. طبعا انا مش بفضل كده عشان مش كل شويه اقعد ابحث، انا حفظت اماكن الاوامر وابدا اضغط عليها وخلاص. طبعا ده برضو
في مشكله او مش مشكله، يعني في حاجه مش مميزه زي الاوتوكاد، ان انت بتكتب في شريط اللي هو اللي تحت كان اسمه ايه مش فاكر، الكوماند بار، بتكتب الاختصار بتاع الامر. هنا لا، للاسف مفيش انك تكتب الاختصار بتاع الامر، ما عندوش شريط هنا انك تبدا تتعامل بسهوله يعني. فدي الاوبشنز بتاعتك، احنا بنستفاد منها او بنشتغل عليها في حاجات معينه، يعني مش كلها ان احنا بنقعد نلعب فيها، في حاجات ممكن ان انا لو لعبت لك فيها اخليك تدوخ شويه يعني، ساعات بنعملها في بيحصل فيها مشاكل يعني، او مش مشاكل، اللي هو انت بتبقى بتدور المشكله فين ومش لاقي لها حل، هي بتبقى حاجه ملعوب فيها هنا. فاحنا هنا انا بفضل دايما الشاشه السوداء، يعني بتخليها عشان عينك بس تستريح شويه، الشاشه البيضاء بتوجع لك عينك، انت اول ما بتفتح البرنامج الديفولت بتاع البرنامج هي شاشه بيضاء، انا عايز اخليها سود، فببدا من الباك جراوند هنا، اضغط هنا واختارها سود. طبعا ما تسيبهاش، ما تسيبش اللي تحتها اسود، يعني الفور جراوند ده اللي انت بترسم بيه بقى والكلام من ده، ما تسيبش الباك جراوند سودا والفور جراوند اسود، هيبقى كله بلاك في بلاك، مش هتشوف اي حاجه. وطبعا لازم تخلي دي، طالما خليت دي اسود تخلي دي ايه ابيض. ده طبعا السلكشن، انك لما تيجي تعلم على حاجه تظهر لك باللون الاحمر، مفيش فيها مشكله. الحاجات دي برضو مش مشكله ان انا العب فيها، ممكن لو لعبت فيها تغير لك الوان في التيبل والكلام من ده، احنا مش بنلعب فيها، احنا بنسيبها الديفولت بتاع البرنامج. طيب مهم عندي برضو حته اليونتس، هجيبها لك حاجه اهم في الاهم كده، اليونتس بتاعتي اول ما البرنامج بيفتح، بيفتح على الوحدات بتاعه الانش والفيت والكلام من ده، اللي هي بتاعه وحدات اللي هي الوحدات الامريكيه بمعنى اصح، اللي هي اليو اس. طبعا انت لو ضغطت عليها هنا مش هتتحول دلوقتي، يعني انت اول ما تيجي تضغط انت عايز تخليها اس اي، الوحدات بتاعتنا اللي هي المتر، الوحدات المتريه. فانت لو جيت اخترت الاس اي من هنا مش هتتغير، هي هنا الاس اي دلوقتي، تعال نضغط كده يو اس مش هتتغير. ايه المشكله دي؟ بعمل ريسيت ديفولتس، يعني ايه؟ بقول له رجع لي الحاجه زي ما كان، يعني مثلا اقول له هاتها لي يو اس، احولها لي فعلا اهوت فيت ديجري الانجل الاريا في التربيع، كل الحاجات دي زي الفل. انا لا، انا مش بشتغل عليه، انا بشتغل عليه الاس اي، فاعملها الاس اي كده فعلا ثبتت معايا صح كده. ممكن كمان ان انا اقدر العب في الوحدات، يعني لو انا ثبت الوحدات من هنا، يعني مثلا واحد مننا مش بيحب مثلا يقيس السلوب متر بالمتر، لا انا عايزه متر بالكيلو، فانا هقول له متر بالكيلو عادي جدا، يعني اقدر اغير كمان في الوحدات الديفولت بتاعتي براحتي، يعني مش لان لو سبتها كده زي ما هي هتظهر لي في كل تيبل زي ما انت شايف كده، فانا بقى خليتها هنا متر في الكيلومتر تمام، تشتغل معايا متر بالكيلومتر، عايز تخليها اي حاجه تانية براحتك، يعني اللي بيحبها، في ناس بتحبها على فكره مليمتر للمتر، هي هيها متر في الكيلومتر على فكره، ان هي كده كده الالف، يعني المتر فيه الف ملي والكيلومتر فيه الف متر، ماشي يا شباب؟ طيب دي كانت الوحدات. ممكن الليبلنج، يعني ايه بقى الليبل ده؟ انت بتحب الحاجه تظهر اسمها ايه؟ يعني مثلا الكوندويت اللي هي المواسير البايبس، انت عايز تظهرها اسمها ان هي سي او، وتزيد الديجيتس بتاعتها تبقى واحد، يعني يظهر هنا رقم واحد بس، والانكريمنت انها تزيد واحد، والبدايه تبدا واحد، يعني بمعنى اصح ان انت لما تيجي ترسم بايب اول حاجه هيسميها لك سي او 1، البايب اللي بعدها هيسميها لك سي او 2 وهكذا. طب انا مش حابب انها تظهر سي او، انا عايزها بي، انا مزاجي عايز اخليها بي مش سي او، فهقول له بي كده العلامه الشرطه دي، واضغط في اي حته بص حصل ايه في البريفيو، بقت بي 1 وهكذا بقى. اي حاجه انا هشتغل عليها، واشهر ثلاث حاجات احنا بنشتغل عليهم في البرنامج هم الكوندويت والمانهول والاوت فون، ده كتصميم شبكه صرف صحي. انما طبعا كمطر ممكن ان انا اشتغل كمان على الكاتش بيزن، وممكن بعض الناس مش بتشتغل عليها خالص، بل بتحمل المطابق بالمطر، مفيش فيها مشكله برضه. فهم اشهر ثلاث عناصر عندنا، وطبعا احنا خدنا خلاص خدناهم السنه دي وعارفينهم كويس جدا، اللي هم الايه؟ الكوندويت، المواسير، والمانهول، والاوت فول اللي هو يعبر عن البامب ستيشن، او النقطه اللي انا بجمع فيها ميه الصرف الصحي. انا هنا الصراحه بحبها سي او، انا اتعودت عليها سي او في الصرف الصحي او في السيور جيمس، وبتبقى يفضل تبقى اسمها بي في الووتر كاد يعني، او في الووتر جيمس هي بتبقى الديفولت بتاعها بمعنى صح كده، يعني كان ثابت كده. طيب ممكن العب ايه تاني هنا؟ ممكن العب في الدروينج، يعني مثلا انا عايز اغير السيمبل سايز مالتبلاير، عايز اخلي مثلا السيمبل اللي انا ارسمها كمان هول تنضرب في خمسه، كلمه ام اتش ذات نفسها عايزه تنضرب في خمسه، عايزه تنضرب في 10 براحتي،
يعني تعال حتى نجربها كده، نخلي دي 5 ونخلي دي 5 ونقول له اوكي. بص كده لما اجي ارسم، خلينا نرسم من هنا، نجيب مانهول. بص بقى عامل ازاي، انا مستحيل الرسمه اللي انا كنت راسمها لك قبل دي كانت بنفس المنظر ده. حتى ممكن نسيبها ونرجع تاني نعدل في الايه، في الاوبشنز بتاعتنا، ونخليها من دروينج هنا 1. اوكي، ايه اللي حصل؟ قلت فعلا وصغرت معانا، بقت 1. يفضل ان انت لو انت عايز تعمل اي سكيل في الكتابه او في السيمبل تعملها من البرنامج هنا، لان انت بتسهل على الراجل اللي بيفنش بعدك، وبتسهل على نفسك لو انت اللي بتفنش. بمعنى صح ان انا ببقى عارف مثلا السيمبل اللي عندي في الطباعه هيبقى محتاج قد ايه من مره واتنين بالخبره يعني، فانا هشتغل عليه. ما بقاش انا اروح في البرنامج الاوتوكاد واقعد اعمل سكيل لكل واحده، لان طبعا لو عملت سكيل ليهم كلهم هيتحركوا من اماكنهم. واضح يا شباب؟ طيب مش عايزكم تناموا مني كده، عايزكم تحسوني ان انتوا معايا، عشان ما يبقاش ان انا طالع بشرح كده يعني. معايا ولا واضح ايه؟ الحته بتاع السكيل دي تاني معلش بعد اذنك. طيب الحته بتاعت السكيل تاني. بص يا ابو حميد، بضغط هنا كده زي ما اتفقنا، وبجيب الدرون من هنا كده. ممكن العب حتى في السكيل كامل اهو من هنا، وممكن ان انا العب في السيمبلز نفسها لوحدها. يعني انا ممكن ان انا اكبر الشكل بتاع المنهل 5 اضعاف 6 اضعاف براحتي. التكست ممكن العب فيها لوحدها وممكن لا، يعني ممكن لو انت جيت انا خليت دي مثلا 10 وسبت دي 1، بص كده اللي هيحصل. اقول له اوكي وتعالى نرسم مثلا منهل. بص اللي حصل ايه، اللي حصل ان المنهل السيمبل بتاعها كبر، والليبل بتاع اللي هو الاسم من ام اتش 3 ده ايه عامل ايه، صغير جدا لان انا ما لعبتش فيه، وهكذا بقى. فالشكل ده كده زي ما انت شايف كتب ام اتش 3 ليه، لان ده تالت منهل نرسمه تقريبا دلوقتي. شفت بقى البرنامج بيعمل ايه؟ دي ملحوظه برضو خلي بالك منها، البرنامج بيعد 1 2 3، ولو مسحت بيكمل عد. يعني انا مسحت اهو وجيت رسمت تاني اهو، رسم لي ايه؟ ام اتش 4. تمام كده؟ وهوريكم في الاخر ان شاء الله بعد كده لما نوصل للمستوى ان احنا نخرج بقى شبكه ونصممها، ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نسمي احنا كمان، ونسمي بشكل اسرع يعني. فانا هاجي هنا في الدروينج اخلي دي 1 زي ما كانت، ما بحبش العب فيها. اوكي، الاوبشنز كده والكلام ده كده يعني ان شاء الله يكون واضح معاكم. تعالى بقى للرسم. لو عايزين نرسم، في طريقتين للرسم على البرنامج. ممكن انا ارسم عن طريق لاي اوت دي، او اللي هو بمعنى صح التاب بتاعت لاي اوت بمجمل التولز بتاعتها يعني، او ان انا اصدر للبرنامج بولي لاين مرسوم، وهوريكم ازاي. فانا عندي التو اوبشنز دول. في بعض الناس يقول لك ايه، خليك في البرنامج افضل، يعني خليك ارسم بالتول دي او باللاي اوت، لان البرنامج جرامد، فان انت تستخدم التول بتاعه الموديل بيلدر دي ساعات بتايه ممكن تهنج منك، ممكن يحصل مشكله كده يعني للاسف، عشان البرنامج كراك دي يعني. وانت تعرف طبعا، تعرف البرنامج ان هو شغال معاك ولا لا. برضو بالمناسبه من هنا كده تروح لهيلب، وتيجي على اباوت اهو، اباوت سيور جيمس، لازم تكون الليسنس بتاعتك الستيتس بتاعتها اكتيفيتد، والسايز يكون انليميتد. لازم تتاكد من حاجتين دول، لو هو مش اكتيفيتد مش هيشتغل معاك، مش هيشتغل معاك اصلا. ولو هو مش انليميتد هيحجمك بعدد مواسير، بمعنى ان انا اجي ارسم اكتر من 10 مواسير يقول لي ايه مش هحل اخر 10 مواسير. فلازم تتاكد ان دي اكتيفيتد ودي ايه انليميتد. طبعا انا شغال على زي ما انت شايف الكونكت اديشن ابديت 2، كان في ابديت 1 في ابديت 2 وفي ابديت 3 دلوقتي، خلي بالك نزل كمان، بس يعني لحد دلوقتي مش عارفين يلاقوا له الكراك بتاعه، مش عارفين يكركوه يعني. فبلاش نشتغل على ابديت 3 ده، تقريبا اخره 250 ماسوره يعني. اللي يلاقوا منكم ابديت 3 ما يحملوش ويشتغل عليه، لان يعني اغلب الشغل دلوقتي على الابديت 2 يعني، ده يعتبر احدث حاجه. طيب تعالى بقى للرسم بقى. لو عايزين نرسم شبكه بسيطه جدا، واحنا معانا خلفيه هنا نرسم عليها، ونفترض يعني انا بحب اشتغل بالتول دي، اسهل من ان انا اروح اجيب كل حاجه. ليه؟ لان هي خلاص تول واحده مفتوحه معايا وانا عمال اتحكم. يعني انا بضغط هنا كده ارسم منهم، رحت رسمت المنهل اللي بعده تاني، رسمت التالت، انا شغال عادي ماشي في الشارع بتاعي وعمال ارسم الرابع وهكذا. جيت بقى خلصت الشبكه بتاعتي، كليك يمين على طول، ما اقعدش ان انا اخرج من الامر وارجع ادخل عليه تاني، لا كليك يمين، هاجي هنا الاقي ايه، الاقي الاوت فول بتاعي. فين الاوت فول؟ اهو اخر حاجه تحتي اوت فول، واروح رسم كده. قال لي O1. طبعا طبعا ده اول اوت فول ارسمه معاكم دلوقتي، فطبيعي جدا ان هو يقول لي A1. طبعا عايز اخرج اسكيب
وبعد كده سكيب تاني اخرج من الامر كله، تمام كده؟ يبقى لو انا عايز اخرج من الامر سكيب مرتين. لو انا عايز بقى ارسم عن طريق الاوتوكاد، ببدا ان انا اروح على الاوتوكاد وارسم عادي جدا، ارسم بولي لاين او لاين. طبعا بعض الناس برضو بيتلخبطوا في الحته دي، وانتم ممكن تتلخبطوا في الحته دي. انا هرسم، خلينا نفتح برضو برنامج ونجرب. انا هرسم، انا عندي برنامج اسمه جي ستار كده، هو شبه الاوتوكاد، مفيش مشكله، ممكن تشتغل الاوتوكاد عادي جدا، مفيش مشكله. انا هرسم لاين ولا بولي لاين؟ كتير قوي يقول لك لا ارسم لاين، وكتير قوي يقول لك لا ارسم بولي لاين. انا بقول لك مش هتفرق في برنامج السيور جيمس هنا لاين ولا بولي لاين، بس بشرط انك تكون فاهم انت بتقف فين. بمعنى ان انا دلوقتي عندي البدايه، انا ضغطت في البدايه كلاين او بولي لاين، وبعد كده النهايه. لو انا ما خرجتش من البولي لاين، امر البولي لاين، وفضلت شغال، دي كلها بيعتبرها بندات. يعني لما تيجي تصدر البولي لاين، لو انت ما خرجتش من الامر، خلينا نرسم كده، ده البرنامج اهو معايا، خلينا نرسم لاين. انا برسم اللاين اهو، دي البدايه، بدايه المنهل، وده منهل عندي. طردت ان هنا منهل، جيت رحت جاي واقف هنا كمان منهل، ورحت قايل ان هنا كمان منهل، دي كلها افتراضات مني، وهنا منهل، وخرجت من الامر. بص كده، لما تيجي تعلم، دي ماسوره فعلا، بدايتها منهل واخرها منهل، دي هتبقى ماسوره صح، ودي ماسوره ودي ماسوره. يبقى انا بفضل في السيور جيمس ان انا اشتغل لاين مش بولي لاين، مع ان الاثنين واحد، بس عشان انا ما خرجتش من الامر. تعالى كده للبولي لاين، لو انا هرسم بولي لاين، بص نفس الرسم اهو، وجيت خرجت من الامر، بص علم كده، علم لي على البولي لاين كامل. تيجي بقى انت تصدر البولي لاين ده لبرنامج السيور جيمس، هيفهم ان هنا كده منهل الحته دي، وهنا كده منهل، امال فين المنهلز اللي في النص؟ لا، ده اعتبرها بندات اكواع، وطبعا ما فيش عندنا اكواع في الصرف الصحي، وده غلط، انا مش بحب كده. طب لو انا عايز اشتغل بولي لاين، هضطر اعمل الاتي: ارسم كده بالضبط. واضغط مسطره، وارجع اضغط مسطره تاني واعمل كده مسطره، وهقعد اوجع في قلبي بقى. فانا دايما بفضل انك تشتغل لاين في حاله السيور جيمس، وتشتغل بولي لاين في حاله الميه. ليه؟ لان الميه عندي كواع عادي جدا، الميه عندي بندات، فممكن ان انا اشتغل في برنامج الوتر جيمس ايه بولي لاين، بحيث ان انا لو عندي ماسوره طولها حتى 200 متر، ارسمها 200 متر براحتي من غير ما اخرج من الامر وارجع ايه ادخل عليه تاني، سهل جدا. انما لو رسمتها لاين، لو هي ماسوره ميه، اعمل لهم جوين او ادخلهم بقى ويعملوا لي جانكشن، يعني ممكن يعملوا لي مثلا 100 جانكشن، فهتبقى مشكله كبيره جدا بالنسبه لي. واضحه دي يا شباب؟ واضحة واضحة. طيب كويس جدا. تمام يا باشمهندس. طيب لو انا عايز بقى يعني استورد الجزء ده كده، لو عايز استورد الملف اللي انا رسمته، خلينا نستورد الملف ده، تعالى كده نستورده. انا دلوقتي هحفظه، بس احفظه بامتداد ايه؟ احفظه بامتداد دي اكس اف، لان البرنامج مش بيقرا دي دبليو جي. فانا هاجي مثلا كده على الديسكتوب، وهاجي اختار الدي اكس اف مثلا 2010 لونج 1، اقول له سيف، واقفل البرنامج. لازم اقفل الدي اكس اف ده، خلي بالكم يا شباب. هو انا بيقول لي عايز تسيبه على الاوتوكاد، اقول له لا مش عايز. وهاجي هنا بقى، ثانيه نمسح الشغل بتاعنا ده كده، ونيجي نجرب الموديل بيلدر. انا بدات على الموديل بيلدر، وانا عملت موديل بيلدر، فجاب لي حاجات انا كنت عاملها قبل كده. يعني انا كنت شغال على البلاننج قبل كده، على كاتشمنت اريا، على ملفات، دي اسماء الملفات اللي انا كنت صدرتها، وكاتب لي النوع بتاعها كات فايل. ايه لازمه النوع ده؟ لان هنا ممكن استورد من الموديل بيلدر انواع كتير قوي من الملفات. انا لو جيت عملت له نيو من هنا اهو، فجاب لي شاشه كده اللي هي بتاعت الموديل بيلدر. انت عايز تستورد ايه؟ عايز تستورد اكسس حتى بامتدادات او بفيرجنات مختلفه، عايز كات فايلز، عايز شيب فايل اللي هو عن طريق برنامج، لو تفتكروا برنامج اللي هو بتاع المساحه ده، مش متذكر اسمه دلوقتي، حتى ممكن الشيب فايل ده يخرج من السيفر 3 دي، بس بالظبط سيفر 3 دي برضه ينفع. ممكن اكسل، اكسل 2013 2003 براحتك، يعني في حاجات انت ممكن تستخدمها. اشهر حاجات انا شخصيا بتعامل معاها الكات فايلز والاكسل، وهبعرفكم برضه الاكسل اللي ممكن استخدمه فيه، ماشي؟ فاحنا هنا هنستخدم كات فايل، احنا عايزين نستورد الملف بتاعنا اللي احنا رسمنا فيه. وهاجي اقول له ايه؟ براوز. بص كده لما عملت براوز، جاب لي شاشه انا عايز استورد منها. بص كده، بص تحت على اليمين، بيقول لي كات فايلز دي اكس اف، نزل. مش هتلاقي اي نوع تاني او اي امتداد تاني
من الايه، من الشغل بتاع او من الامتدادات بتاعت الكاد اللي هي دي دبليو جي. مش هتلاقي دي دبليو جي خالص، هتلاقي دي اكس اف بس. فانا عندي الديسك توب اهوت، الملف بتاعي اللي هو اسمه دروينج 1 اهو، اعلم عليه واقول له اوبن. بص كده جاب لي ايه، طالما جاب لي صفر بوليجون خلاص كده الملف ضار من قبل ما استورد كده، الملف ده فيه مشكله. يبقى طالما جاب لي بوليجون ما استوردش، اروح اعدل الملف بتاعي. ليه؟ لان هو مش بوليجون، انا مش عايزه بوليجون. بوليجون ده هيستورده لي دلوقتي على انه حاجه، على انه حاجه على بعضها، مش مواسير ومان هولز. لا، ده ممكن يستوردوا لي كاتشمنت ايريا، ممكن يستوردوا لي كبامب ستيشن. انا مش عايز كده، انا دايما عايز اتاكد لما اجي استورد الاقي اسم اللاير اللي انا راسم بيها جنبها كلمه بولي لاين. طب لو انا راسم كذا لاير هتجيلي كذا لاير. يعني ساعات احنا نقول لك ايه، ارسم مثلا المواسير اللي انت عارف انها تبقى ب 200 ولا حاجه، ولا انا متاكد منها، ممكن نرسمها بلاير، ممكن نرسم مواسير تانية 300 بلاير تانية، مفيش مشكله، وهيبقى ظاهر عندي هنا اللايرز المختلفه، بس لازم كلمه بولي لاين. فانا لازم ارجع للملف تاني مش عايز استورده، وارجع افتح الملف تاني اظبطه. ده نتيجه طبعا ان انا راسم فيه حاجات، ممكن اشيل دي كده، ده بولي لاين وده مواسير. خلينا نفرق ما بين الاثنين دول بس، ونسيف تاني ونقول له دي اكس اف، سيف ماشي، استبدله واقفله تاني. المفروض المره دي بقى هيشتغل تمام ان شاء الله. اقول له نيو، واجي هنا كات فايل، واقول له براوز، واقول له دروينج 1. عمل معايا ايه يا شباب؟ جاب لي زيرو بولي لاين. كده انا متاكد ان شغلي تمام. طبعا هو كان قاري بوليجون، انا فاهم ليه، لان طبعا احنا كنا راسمين كنا راسمين تو سيركلز كده، فهو قاريهم على انهم اشكال. يعني شكل كاتشمنت اريا، كاتشمنت اريا دي اللي هي مساحه بيجمعوا فيها المطر، ممكن يقراها كبامب ستيشن. احنا اللي بنقول له خلي بالك، يعني احنا بنيجي نستورد حتى بوليجون بنقول له ده ايه. يعني انا ممكن استورد فعلا اشكال، ممكن استورد بلوكات واقول له ان دي مثلا كاتشمنت اريا، ممكن استورد شكل مقفول. خلي بالكم الزوم ناقص فيه 10 دقايق، مش مشكله هنكملهم، ممكن نستريح 10 دقايق ولا حاجه ونبدا نعمل زوم جديد، مفيش مشكله. بقول له هنا نكست. الراجل بقى هنا بيقول لي ايه، انت عايز الوحده اللي انت شغال بيها هناك. خلي بالك انت برضه وانت هناك وانت بترسم المفروض تتاكد من الوحده اللي انت شغال بيها، هي احيانا مش بتفرق بس برضه خليك يعني ايه ناصح في الحته دي وما تنتكش. يعني وانا هناك كده اضغط امر يونتس واشوف انا شغال بالمتر فعلا ولا لا. فانا هنا انا شغال بالمتر، هقول له متر، وافتح الحته دي كده كوندكتيفيتي والكونكتيفيتي، اسف كوندكتيفيتي دي لسه شرحناها النهارده. كونكتيفيتي بقى اللي هو ايه، انا لو عندي ماسورتين بعاد عن بعض في فرق كده، يعني انا رسمت وغصب عني خرجت من الامر وجيت رسمت تاني فما لقطتش النقطه النهايه بتاعت المانهول او النهايه بتاعت الماسوره اللي هي المانهول، لقطت بعيد عنها بشويه، فهل ان انا يعني ايه اربطهم لك مع بعض يبقوا مانهول واحد؟ اقول له اه. طب لحد كام؟ كفايه 1 متر دلوقتي، يعني التوليرنس ده الفرق 1 متر، اه مفيش مشكله لحد دلوقتي. خلي بالك بيحصل ان في فروقات بتبقى اكبر من كده، برضه هنعالج المشاكل دي، يعني في مشاكل بتقابلنا بنعالجها. البرنامج حاطط اوبشنز انك تقدر تدور على المشاكل اللي ممكن تظهر لك، تقدر انك تحلها كمان ان شاء الله. فهنقول له نيكست، مش بنغير اي حاجه بعد كده، كل حاجه ديفولت سيبها زي ما هي، وقول له نيكست. باجي بقى هنا الشاشه دي بتظهر، بقول لك انت البولي لاين دول كوندويت؟ اه كوندويت، انا عايز استوردهم ككوندويت. هو لوحده هيعمل المانهولز ما تقلقش، يعني بس انت دلوقتي بتستورد لاينز، اللاينز دي عباره عن ايه؟ عن كوندويت. فبيقول لك انت عايز تعرفها على انها ايه؟ عايز اعرفها من الليبل. يعني ايه من الليبل؟ يعني عايز اعرف ان المواسير اللي انا هستوردها دي سي او 1 سي او 2 3 وهكذا، او حتى اي اسم، بس انا عايز اعرفها من اسمها. تمام كده؟ اقول له نيكست. نيكست مفيش مشكله، وبعد كده اقول له فينش. انت عايز يعني تنزل الشغل بتاعك؟ اقول له يس. بدا يحمله لي اهو، فعلا جايب لي مسج كده فيه اخطاء هنعالجها. اقول له اقفل دلوقتي، اقفل. عايز تبدا تخلي الرسمه بتاعتك تظهر؟ ماشي تمام. بدا يحملها. فين الرسمه؟ مفيش رسمه. ليه؟ لان احنا عاملين زوم في مكان هو خد اللاينز اللي احنا رسمناها وداها بالاحداثيات بتاعتها. فالحل هنا ان احنا ايه، نيجي شايفين الزوم اكستند دي بالظبط، زوم اكستند دي اضغط عليها اهي، بدا جاب لي معايا الايه، جاب معايا فعلا الشغل بتاعي اهوت. دي كده المواسير بتاعتي اهي، شوف لما علمت هنا عملي
اه فعلا جايب لي المصور دي متقطعه. طب تعالى نطلع فوق كده. اه عمل ايه؟ جاب لي المصوره دي ايه؟ على تندات. البحر. اه يعني انا لو جيت زومت هنا هلاقي فعلا منهولات اهي، وبس عشان المصور كبيره قوي فالمنهولز مش باينه. احنا ممكن نكبر دلوقتي ايه؟ ممكن نكبر عشان نشوف اهو. نستغل بقى الحته اللي احنا لسه متعلمينها ونقول دي مثلا 20. اه فعلا ظهرت معايا. بصوا كده يا شباب اللي ظهر ده الفرق بقى. انا لما رسمت بولي لاين وبدات ضغطت اول نقطه هنا وفضلت جوه الامر وماشي عمال اضغط، جاب لي ايه؟ جاب لي بندات، وجاب لي هنا كده في النهايه هو منهول. بيضيف المانهولز لوحده يا باشمهندس؟ نعم؟ اه بيضيف المانهولز لوحده؟ بالظبط بالظبط. انت بتستورد اللاين ده، هو فاهم ان اللاين هنا ابو حميد البرنامج فاهم ان اللاين ده عباره عن ماسوره بدايتها منهول ونهايتها منهول. ليه؟ لانه لان ده انت بتصمم شبكه صرف صحي، او شبكه بمعنى اصح جرافتي، شبكه انحدار. على عكس برنامج الووتر جيمس، لو انت استوردت لاين او بولي لاين بيفهم ان البدايه جونكشن والنهايه جونكشن. وهنشوف برضو البرنامج ان شاء الله مع بعض لما نيجي ندرس الشبكه بتاعه المايه. فده اول فرق يا شباب، خدتوا بالكم بقى؟ طب لو انا عايز ارسم البندات دي على البرنامج بحيث ان احنا دلوقتي عايزين ناخدها برضو، بحيث ان البرنامج ده هيسهل لنا شويه في الووتر جيمس. خدوا بالكم ان احنا لو بدانا بده او بدانا بالتاني الاثنين الاوامر شبه بعض. كل الفرق ايه؟ فرق تكنيكال، يعني الاوامر شبه بعضها. اللي عارف منكم الاوامر ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه، في كتير شبه بعض، في حاجات بس مختلفه بسيطه. يعني هنا مثلا في الحاجات بتاعه المطر، في حاجات ديزاين كونسترينز، هناك في بامب، في بامب ديفينيشن، يعني في شغل مختلف شويه. اه مفيش مشكله، بس الاوامر شبه بعضها. فلو انا عايز اعمل بند بقى بحيث ان انا برضو سهل على نفسي لما اجي اخد برنامج الووتر جيمس، باجي هنا كده اما اجي ارسم كليك يمين، بص في حاجه اسمها هنا بند. فين؟ كان طبعا فوق هي. المانهول ايوه فوق اه بالظبط كده، الله ينور عليك. هبدا ان انا ارسم. بص هو الراجل متاح لي، هاجي في الاخر خالص اقول له ايه؟ مثلا مانهول اهو. اه فبالظبط كأن اللي انا عملته في البولي لاين هناك على البرنامج بتاع الاوتوكاد عملته هنا بالظبط، بس طبعا لا ده ولا ده انا بستخدمه في برنامج السيور جيمس. احنا دي شبكه انحدار، فاحنا لازم عند كل نقطه مانهول، ما ينفعش كله. واضح كده الفرق يا شباب؟ يبقى احنا كده باشمهندس. نقدر. معلش انا عندي سؤال، اتفضلي اتفضلي. يعني انا لما اجي انقل الملفات اللي احنا رسمناها على الكاد للسور جيمس، المفروض انقل الخطوط بس مش منهول كمان؟ لا ما تعمليش مانهول، انت رسمتي لاين، يعني انت انا متوقع ان انت، انا كنت شفت الحاجه اللي انت بعتها لي رسمه في البدايه، رسمه كده على ما اتذكر كنت رسمه كده صح؟ كنت رسمه مواسير كده، لو انت بتابع معايا الشاشه دلوقتي رسمه المواسير ورسمه سيركلز كده. لا برنامج مش عايز السيركلز دي، هو بيفهم لما انت تستوردي اللاين ده بيفهم ان بدايته منهول ونهايته منهول. واضحه كده؟ فانت مش اه محتاجه يعني ان انت اه اتفضلي هحدد له خطوط بس. بالظبط. مجرد ما انت بداتي ضغطتي ضغطه هنا في البدايه وضغطه في النهايه، خلاص هو فاهم ان الضغطه دي منهول والضغطه التانيه دي منهول. يا باشمهندس انا كنت عامل امر تريم جوه الدوائر، كنت قاطع الخطوط جوه الدوائر، يعني جايب الخط على وش الدايره بالظبط. كمان لا طبعا لا لا، انت دلوقتي يا ابو حميد اللي انت بتعمله ده ممكن يفرق معاك شوب دروينج تنفيذي. يعني انت لما تيجي راجل كيميائي وتيجي تسعر الكلام اللي انت بتقول عليه ده، ان هو مش بيحسب الماسوره اللي جوه دي، يعني بيجي يعمل ترم كده زي ما انت بتقول ومش بيحسب الطول ده. انما انت راجل كديزاين دلوقتي انت بترسم، بص كده هتلاقي الماسوره داخله فين؟ داخله من نص المنهول. الراجل هنا في الديزاين بيربطها لك من نص المنهول لحد نص المنهول، فاهمني؟ انما تمام انت كراجل مقاول اه مش بتحسب الاطوال اللي انت بتقول عليها دي فعلا، لان انت بتوقف الماسوره على وش المنهل فعلا، او يعني السمك بتاع المنهل فقط، يعني السمك بتاع الحيطه. واضحه كده؟ تمام واضحة طيب كويس. احنا كده خدنا ازاي نرسم، ازاي نستورد الرسم بتاعنا. مش عايزين ندخل في حاجه جديده، لان لو دخلنا في حاجه جديده هنطول عن الدقيقتين ونص اللي فاضلين دول. فاحنا هنقف لحد كده ونريح مثلا 10 دقائق. الساعه كام دلوقتي؟ الساعة دلوقتي نرجع إن شاء الله 8 ل 10. 8 ل 10 نبدأ زوم جديد، هتبعت لكم الزوم إن شاء الله، لينك الزوم برضو على على الواتساب دلوقتي. ماشي يا شباب؟ تمام يا ماشي، شكرا، تمام يا مع السلامة.